قدم المركز الرابع. والله معركة معركة معركة، لكن بختره مسيطرة، بختره مسيطرة، تحاول بختره في المركز الأول، هملولة، مياسة، الشاهينية، كل الأسماء المتوقعة حضرت في الشوط، حضرت في الشوط، لكن الحميدي بن سالم العمري إنك محرك الدينمو، يا الدينمو الآن في المركز الأول. صباح الخير يا السلطنة، أسعد الله صباحكم يا أهل السلطنة. هنا الحميدي بن سالم العمري مشاهدين الأعزاء، هو الآن من يقتنص الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم. تهانينا على فوز بختره بالمركز الأول. المركز الثاني هملولة عبيد بن علي بن سلطان بن رشيد. الصدارة، تبغي الصدارة، الله حذاري، لكن شواهين مسيطرة، شواهين مسيطرة، ولكن صدارة 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 الآن تصدرت الشوط. ورجيفة تحاول، رجيفة تحاول، شواهين صدارة، لكن اقتحام الصدارة من قبل صدارة. الله علي بصغير العويسي الآن انتزع المركز الأول، ولكن هناك عبيد يأتي مع رجيفة، صدارة ورجيفة، رجيفة وصدارة، لكن اللحظة الأخيرة نشوف صدارة على المركز الأول. تهانينا لعلي مسغيل العويسي على فوز صدارة بالمركز الأول. ثاني المراكز رجيفة عبيد بن سعيد بن منانة، المركز الثالث شوائين سعيد. قارن الثلاثة القعدان، ولكن شاهين من عاد إلى الصدارة، عاد إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شاهين لمحمد بن خاتم بن محمد الشامسي، من يتسلل ويعود إلى موقعه الذي انتزع منه، ها هو يعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، معلن الفوز، معلن الناموس، معلن السلام، يا السلام، ها هو تشاهدونه. إذن محمد بن خاتم الشامسي، سلام سلام لأهل الفرج، سلام على هذا الأداء الجميل. تهانينا لمحمد بن خاتم الشامسي على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني شاهين السيد راهد بن سعيد بن علي الكبير. الله الانطلاقة من الرامي على الصدارة، الرامي على المقدمة، على المركز الأول، الرامي يرمي بوجوده على الصدارة، على المقدمة، لسيد هادي بن سالم بن محمد المري، من يأتينا على الصدارة، على المقدمة، وعلى المركز الأول. تهانينا للضيوف، تهانينا للأشقاء على هذا الأداء الجميل ولحظة اقترابه ووصوله من خط النهاية، معلن الفوز والناموس. تهانينا لسيد هادي بن سالم بن محمد المري على فوز الرامي بالمركز الأول. المركز الثاني غيث لعبيد بن سعيد بن منانة، المركز الثالث يأتينا راهي. ولكن الشاهينية تنطلق بناموس هذا الشوط. حمد بن يوعان بن حمد الشامسي من يعلن انطلاق الشاهينية. باعدت المسافة، ارقصت في اللحظات الأخيرة، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المتميز والعرض الجميل. والشاهينية قفلت على مجريات هذا الشوط. تهانينا لحمد بن يوعان بن حمد الشامسي على فوز الشاهينية بالمركز الأول. سلام يا العين، سلام، أسعد الله صباحكم يا آلي زاخر مع الأداء المتميز اللي قدمته الشاهينية. المركز الثاني لعبد الله بن سيب الزيتون المهيري ومع الغزي القادمة بكل تحدي بكل إثارة. يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن وضحة مع المركز الثالث المثلث الذهبي، المثلث الذهبي، واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، يا سلام ربانا الغزيل وأرهني أيضا وضحة. يا سلوب يا سلام، ولكن الغزيل تتسلل في اللحظات، في اللحظات الأخيرة. سلطان بن خريفة بن حاسوم الدرمكي من يتابع انطلاقة الغزيل. سلام يا العين، سلام، أسعد الله صباحكم. هذه لحظات وصول الغزيل تاني لسلطان بخير بن حاسوب الدرمكي. المركز الثاني يا ربانا لراشد بن سعيد بن منانة. المركز سعيد بن سالم بن سعيد الوهيبي هو المسيطر حتى الآن. علي بن سالم بن سعيد الوهيبي هملول، لكن نشوف يلا يا الكاظمي بدأ يتحرك مع شاهين، بدأ يتحرك عبد الله بن سالم.
لكن خلاص غرد وودعهم على مقدمة هذا الشوط. هذا هو هملول علي بن سالم بن سعيد الوهيبي، إذن هو يقتنص الفوز والناموس والانتصار في هذا الشوط ويحقق الناموس من خلال تواجده. واسعد الله صباحكم يا هالي السلطنة وهالي بدية على فوز شهيد هملول بالمركز الأول. ما شاء الله تبارك الله، هذه لحظات وصولنا لخط النهاية. المركز الثاني شرد بالمركز الأول الشارد السيف بن علي بن سعيد بن سعودي الاكتبي. من يأتينا على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط؟ ها هو تشاهدونه الشارد، وسلام سلام لأهل الهير، سلام على هذا الأداء الجميل لقدمه الشارد. تهانينا والناموس للسيد سيف بن علي بن سعيد بن سعودي الاكتبي على فوز الشارد بالمركز الأول ولحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس. ها هي لحظة الوصول إلى خط النهاية، بينما المركز الثاني ولحظات وصول المركز الثاني. سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي، السلامات بتذهب إلى أهالي مدينة العين، مدينة الخضرة، مدينة الجمال، مع أملاك تغترب من المنصة، تغترب من خط النهاية، وهي محتلة المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. بنقول سلام سلام عليكم يا أهل مدينة العين، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة. تهانينا للسيد سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي على فوز أملاك بالمركز الأول وعلى هذا العرض الطيب الذي قدمته. المركز الثاني هملولة للسيد عبيد بن هلال بن مبارك العفاري. المركز الثالث يا سلام الشاهينية من تنطلق بناموس هذا الشوط. يا سلام اندفاع اندفاع في اللحظات الأخيرة، ومزون قادمة مزون قادمة، التحديات الشاهينية ومزون مزون مزون تتسلل في اللحظات في اللحظات الأخيرة في اللحظات الأخيرة. مزون تنطلق بالصدارة، سلام يا الوقن سلام، أسعد الله صباحكم. هذه لحظات وصول مزون تندفع في اللحظات الأخيرة بناموس موسي هذا الشوط. تهانينا المسلم بن محمد بن صقوح العامري على فوز مزون بالمركز الأول. المركز الثاني تصل فيه شاهينية راشد بن سعيد الشامي، إذن على صدارة هذا الشوط هنا للسيد سالم بن علي بن راشد الغيلاني، وزواد على ثاني المراكز زواد لمحمد بن سعيد بن منانة. وفي المركز الثالث هنا يتواجد أيضا وياتينا بالانطلاقة شاهين المبارك بن سعيد بالكيلة العامري، ولكن هناك لحظة وصول الشامي إلى خط النهاية، معلن الفوز معلن الناموس. تهانينا تهانينا للسيد سالم بر علي بن راشد الغيلاني على فوز الشامي بالمركز الأول، والسلام لأهالي السلطنة على هذا الفوز الجميل. بينما المركز الثاني عدوان، شوف 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 مجد لازال مسيطر، مجد لازال مسيطر، سالم بن هلال بن طماطم العفاري الله يتقدم مجد من البداية، هو مسيطر على المركز الأول والفاتن يحاول محمد بن سهيل بن خيرات العامري، لكن خلاص مجد دربك خضر، شعارك خضر، سيرك خضر إلى المركز الأول وإلى العشب الخضر. يلا 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 يا المختبر. بالفعل هذا هو مجد مشاهد العزاء، اللحظة الأخيرة حرك حرك يا بن هلال، حرك حرك، لكن الفاتن في اللحظة الأخيرة. تهانينا لمحمد بن سهيل بن خيرات العامري. المركز الثاني سالم بن هلال بن طماطم العفاري. المركز الثالث مشاهدين الأعزاء